المساعدات فعلا كانت وصلت ليلة أمس، ولكن كان هناك تساؤلات عدة طرحت، أنه من سيستلم هذه المساعدات، من سيوزعها، بحماية من؟ بعض هذه الأسئلة أجيب عنها ولكن ليس كلها. المساعدات مخصصة لمنطقة شمال قطاع غزة، المنطقة الشمالية فقط، مدينة غزة والشمال، مع أنه هناك كان عدد من الفلسطينيين ينتظرون بعد دير البلح، بعد وادي غزة، اعتقدوا أنه ربما تصلهم بعض من هذه المساعدات، ولكنها كما ذكرت خصصت للشمال. الذي حدث أنه بالفعل كان هناك ليلة أمس أو طوال ليلة أمس كان هناك عملية نقل للمساعدات من السفينة أوبن أرمز الخيرية، وكان هناك المطبخ المركزي العالمي هو صاحب هذه الفكرة بتبرع من دولة، أو الحمولة 200 طن كانت من دولة الإمارات، وصلت بالفعل إلى شاطئ مدينة غزة. وهناك طوال ساعات الليل كنا نحاول معرفة ما مصير هذه المساعدات، أين ستتجه، من سيحميها، كيف آلية التوزيع، رغم أنه كان هناك إسرائيل قالت أنه الجيش الذي تابع هذه السفينة منذ أن انطلقت من قبرص على مدار 50 ساعة وصلت إلى قطاع غزة ليلة أمس أو ظهر يوم أمس، كان متابعها، وكان أيضا يتابع هذه المنطقة، منطقة الساحل عمليا في منطقة قطاع غزة. ومع ساعات الليل كما ذكرت تم نقل هذه الشحنات بحوالي 12 شاحنة، قالت المنظمة أنها أو المطبخ الدولي أو المركز الدولي الذي فرغ على العاملين، لديها 400 عامل محلي في قطاع غزة يعملون في جنوب القطاع، وتم التنسيق إلى بعضهم للوصول إلى منطقة شمال قطاع غزة وإلى منطقة البيدر تحديدا، أو إلى الجنوب الغربي من مدينة غزة حيث وصلت تلك السفينة. الآن المطبخ بحسب ما وصلنا من المعلومات لا نعلم دقتها تماما، إنه المطبخ هو يقوم بتوزيع هذه المساعدات. المساعدات عبارة عن رز مسلوق، عبارة عن فاصوليا، معلبات، لحوم. المطبخ يقوم بالطبخ هذه المواد وتوزيعها على الفلسطينيين، وهذه الحالة أصلا موجودة في جنوب قطاع غزة. المطبخ أو المنظمة أعلنت أنها استطاعت من تقديم 35 مليون وجبة منذ أن بدأت الحرب في منطقة جنوب القطاع، ولكنها كانت عاجزة من الوصول إلى شمال القطاع. حد يوم أمس هي أول سفينة، وهي تعتبر سفينة اختبار عمليا، تصل إلى منطقة مدينة غزة وشمال القطاع. المجهول بالنسبة لدينا عدد هذه الوجبات مثلا، لا نعلم أين المخازن، لأنه هناك من قال لي أنه المخازن تتبع للمنظمة أو للمطبخ، المطبخ المركزي الدولي، العاملين هم للمطبخ. هناك من قال أنه كان هناك مساعدات من قبل مؤسسات أممية كالأونروا مثلا، أشخاص ساعدوا بنقل الحمولة وإدخالها إلى شمال مدينة غزة والشمال، ولكن أين في هذه المناطق حتى اللحظة لا نعلم. آلية التوزيع لا نعلم. من حمى هذه المساعدات؟ من حمى هذه؟ ربما يعني الجيش الإسرائيلي قال أنه كان يراقب الشط كاملا، ولكن من تولى حماية المساعدات ومن أوصلها إلى المخازن في ظل يعني بين مزدوجين؟ هناك حالة من الفوضى في شمال قطاع غزة نشهدها عندما يكون هناك عمليات إنزال للغذاء للمساعدات عبر الجو، يكون هناك تدافع، يكون هناك طبعا هذا مفهوم وربما يكون مبرر نتيجة حالة الجوع التي وصلت إلى شمال قطاع غزة تحديدا، وإعلان الحكومة وزارة الصحة الفلسطينية عن ربما هي تقول مقتل 24 فلسطيني جوعا بسبب سياسة التجويع الإسرائيلية في المنطقة شمال القطاع تحديدا. وحتى اللحظة نحن ننتظر معلومات أوفى حول هذه المساعدات، خاصة إذا ما علمنا أن هذه السفينة هي مجرد اختبار حتى هذه اللحظة، وتقول المطبخ المركزي الدولي يقول أن هناك سفينة أخرى تعد في قبرص، وأن هذه إذا ما استمرت هذه العملية بشكل سلس، حتى اللحظة لا معلومات لدينا سوى معلومة فقط قالها المطبخ الدولي
أو المركز الدولي بأنه تعرض إلى معيقات كبيرة في أثناء عملية نقل هذه المساعدات إلى منطقة شمال قطاع غزة ومدينة غزة، ولكنه لم يفسر ما هي، هذا بحسب بيان، ولكنه لم يفسر ما هي المعوقات أو التحديات التي واجهها أثناء عمله هذا، خاصة أنه ذكر أيضا في بيانه أنه إذا نجحت هذه السفينة سيكون هناك ممر لآلاف الأطنان تدخل إلى شمال قطاع غزة، وأيضا هناك سفينة أخرى تعد ب 300 طن تقريبا من المفترض أن تنطلق إلى القطاع.